فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: والدي مريض منذ 3 سنوات، وأحيانا يدرك الأمور وغالبا لا يدركها، حتى إنه لا يدرك أولاده ولا الناس، كيف يصلي هذا الأب؟ يصلي في الحالة التي يدرك فيها الأمور، والحالة التي لا يدرك فيها الأمور ليس عليه صلاة. نعم. ثم يقول حفظك الله: وهل لي أن أعتمر عنه حيث إنه لم يعتمر ولم يحج؟ نعم، اعتمر وحج عنه. نعم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله، فتاوى شرح كتاب العمدة في الفقه للإمام ابن قدامة المقدسي الحنبلي رحمه الله، مرتبة على أبواب فقهية، إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة.